التحديات الكبيرة التي تواجهنا جميعاً كظاهرة الإلحاد وانتشارها في أوساط المجتمع ومظاهر المثلية والتخلي عن القيم الأصيلة للشعب العراقي وانتشار الأفكار المنحرفة كالوهابية والصرخية والمساس بالمقدسات وآفة المخدرات التي بدأت تشاع بشكل مخيف بين الشباب، والأخطر من ذلك فقدان الأمل وشيوع حالة اليأس في أوساط الشباب العراقي وإسقاط القدوة والمساس بالمرجعية الدينية العليا التي تعتبر هي الساتر الدفاعي الأول في حفظ كل مقومات الأمة الصالحة وحفظ المقدسات. كل هذه التحديات أيها السادة الحضور تحتم علينا وقفة تأمل وتدبر، فلا بد من المبادرة للخروج بحلول واقعية ومنطقية لهذه التحديات الخطيرة.